لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الرجاء ضيفه نادي حسنية أكادير، وذلك في الجولة الخامسة من البطولة الوطنية الاحترافية. ويحصل فريق الرجاء المركز الثالث عشر بثلاث نقاط، وسيكون مطالب بالخروج بنتيجة إيجابية عندما يلاقي ضيفه نادي حسنية أكادير في مركب محمد الخامس. في المقابل يحصل نادي حسنية أكادير المركز السابع بثمان نقاط، وسيبحث عن العودة بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا على فريق الرجاء الرياضي. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين يوم الأربعاء القادم في التاسع عشر من شهر أكتوبر الحالي انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف مساء على أرضية مركب محمد الخامس، وذلك في الجولة الخامسة من البطولة الوطنية الاحترافية. للإشارة المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة الرياضية المغربية بشكل حصري.